السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن موضوع خفيف، وهو رؤية الطفل الرضيع. هل الطفل الرضيع في المنام رؤية محمودة ولا مذمومة؟ عموما بنسبة 90% ويمكن 99% رؤية الطفل الرضيع في المنام لأي شخص تكون محمودة إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني لما نيجي نشوف مثلا رؤية الطفل الرضيع للمرأة المتزوجة في المنام وهي تبكي، تدل هذه الرؤية على الحمل لها إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هي رؤية من أفضل الرؤى اللي ممكن المرأة المتزوجة تتمنى أن تراها. كثير من النساء المتزوجات يبحثن عن حمل، فهذه البشرى أو هذه الرؤية تبشرها بالخير الذي تريده إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو الحمل. وقيل إنها تدل على الرزق، وقيل أنها تدل على السعادة الزوجية، كل ذا للمرأة المتزوجة، لكن بشرط. شرط إيه؟ أنت عمال تقول إن هي حلوة ورؤية محمودة وحاجة جميلة خالص، بشرط أن تكون الطفلة الرضيعة جميلة وثيابها نظيفة. أما لو كانت البنت الرضيعة قبيحة المنظر في الشكل يعني، وثيابها متسخة، تدل على وقوع متاعب ومشاكل ومع شديد الأسف. يبقى إمتى نعرف إن الطفلة الرضيعة رؤيتها محمودة؟ إذا كانت جميلة وثيابها نظيفة. أما على العكس أو على الضد، إذا كانت البنت الرضيعة شكلها قبيح وثيابها متسخة، تدل على المتاعب والمشاكل ومع شديد الأسف. رؤية الطفلة الرضيعة بالنسبة للبنت العزباء تدل على الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى بنفس الشرط، أن تكون جميلة وأن تكون ثيابها نظيفة وليست متسخة. أما لو كانت قبيحة وثيابها متسخة بالنسبة للبنت العزباء، ده هيكون يعني حاجة كده ممكن تزعلها شوية، هيبقى فيه تعثر وعقبات في موضوع الزواج، لكن في النهاية إن شاء الله هيكون فيه زواج. فهي لما تبقى جميلة وهدومها أو ثيابها نظيفة، زواج في القريب العاجل إن شاء الله. أما لو كانت على خلاف ذلك، فهناك عقبات تقابلها في موضوع الزواج. أما رؤيتها بالنسبة للحامل تدل على المولود الذكر إن شاء الله تبارك وتعالى. دي كانت معلومة سريعة حبينا ناخدها كده، اللي هي رؤية الطفلة الرضيعة في المنام وهي تبكي. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.